بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم، معاكم مصطفى مكرم. درسنا النهاردة هنتكلم فيه عن المسابقات، خصوصا مسابقات التصوير. في بعض الشروط بيطلبوها خصوصا في مقاسات الصور وحجم الصورة، زي ما أعلنوا من فترة أستاذ أحمد هاني طبعا مجلة ديزاين جايد عن مسابقة التصوير الفوتوغرافي. تقدروا تدخلوا على الويب سايت بتاعها ديزاين جايد، هتلاقوه برضو في الديسكريبشن. ان من الشروط والاحكام ترسل الصورة بجودة 1600 بيكسل للضلع الاكبر، بحيث لا يزيد حجم الصورة عن 2 ميجا بايت. في ناس كتير كلموني على الموضوع ده، مش فاهمين ازاي تتعمل، فهوضح لكم ازاي تعدلوا مقاسات الصورة زي ما مطلوب في المسابقة بالظبط. بتروح على اللايت روم. طبعا اللايت روم بعد ما بتخلص عملية الايديت بتروح على فايل، على اكسبورت. دلوقتي انا عايز اصدر الصورة بتاعتي، بقول له اكسبورت. جميل. بعد كده بروح على الفايل اللي انا بصدر فيه وبعمل كليك يمين، بلاقي حجم الصورة عندي 7 ميجا. لو دخلت على الديتيل بلاقي الدايمنشن او ابعاد الصورة 4738 في 2679، وطبعا ده ما ينفعش مع المسابقة. فازاي بتعدل الابعاد بتاعتك؟ بتروح تاني على فايل، على اكسبورت، بس بتروح على الايمج، الايمج سايزنج زي ما هنشوف. بتعمل تشيك هنا عشان تتفعل معاك. بيطلع لي اكتر من اوبشن، بيطلع لي الويدث والهاي والدايمنشن واللونج ايدج والشورت ايدج والميجا بيكسل والبريزيدنت او المئوية. طيب دي بتحكم فيها بالويدث والهاي، بكتب المقاس بتاعي. دي الدايمنشن نفس الموضوع. عندي اللونج ايدج ده الضلع الاكبر، انا عندي هنا في المسابقة هو طالب ان الضلع الاكبر يكون 1600، فانا كل اللي انا بعمله ان انا بكتب له هنا 1600. بعد كده بقول له اكسبورت وبروح على الصورة بتاعتي، كليك يمين بلاقي على طول الحجم بتاعها بقى اقل من 2 ميجا. لو دخلت على الديتيل بلاقي 1600. هو طبعا بيظبط لك الابعاد كنسبة وتناسب، فهو عندي 1600 في 905 بالظبط. هي دي الصورة اللي تقدر تشارك بيها في المسابقة. طبعا هو اللايت روم بيحافظ على الكواليتي بتاع الصورة، حتى لو غيرنا في الدايمنشن او قللنا في الحجم بتاعها، ده ما بيقللش من كواليتي الصورة. فدايما انا بنصح الناس تشتغل على اللايت روم، خصوصا الناس المصورين. وده كان توضيح سريع، وبتمنى لكم التوفيق ان شاء الله، واستنوني الدرس الجاي ان شاء الله. كان معاكم مصطفى مكرم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.